أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجنا الرياضي الأسبوعي أسياد الرياضة. الفئات العمرية، هذه الشريحة التي رفدت المنتخبات الوطنية بالعديد من المواهب والكفاءات الرياضية، وبدأت بعض الأندية في محافظة نينوى وفي عموم العراق بالتوجه نحو الاهتمام بالفئات العمرية. ومن هذه الأندية نادي عمال نينوى، هذا النادي الذي بدأ يعمل بشكل جدي مع الفئات العمرية للفنون القتالية. اليوم مشاهدينا الأعزاء سنسلط الأضواء على الفنون القتالية في نادي عمال نينوى، وبالتحديد الفقرة التي تخص الفئات العمرية. من هم المشرفون على الفئات العمرية، ومن هم مدربو الفئات العمرية، وما هي الفئة المستهدفة في نادي عمال نينوى؟ لتسليط الأضواء مشاهدينا الأعزاء حول هذا الموضوع، رحبوا معي بضيوف الحلقة، ولكن بعد الفاصل. اهلا بكم مره اخرى مشاهدينا الاعزاء، رحبوا معي بضيف الحلقه الكابتن عبد الله النعيمي، مدرب الفئات العمريه للفنون القتاليه ولعبه التايكواندو في نادي عمال نينوى. اهلا وسهلا بك كابتن عبد الله. كابتن عبد الله، قبل ما اتحدث عن الوحدات التدريبيه وفريقك واللاعبين اللي مستقطبهم وعندك بنات وولد، خلي شوي نتحدث عن سيرتك الذاتيه. يا ريت تعرف نفسك على الجمهور، من هو عبد الله النعيمي؟ ان شاء الله. بالبدايه احنا نرحب بكم وجزاكم الله خير على الزيارات المتكرره لنادي العمال لكل الرياضيين، وهذا دخل طبعا للرياضه. بسم الله الرحمن الرحيم. المدرب عبد الله نادي محمد عطيه النعيمي، مدرب نادي العمال الرياضي ومدرب منتخب محافظه نينوى سابقا. نعم. بداياتي طبعا من 85، لعبت كنت يعني شباب صغير 16 سنه عمري. نعم. نادي الفتوه، استمرنا بنادي الفتوه، تمرنا ولعبنا بطولات، مثلنا العراق، وبعدين انتقلنا لنادي العمال. يعني نادي العمال انا اسسته. نعم. اني قبل ما اصل نادي العمال، يعني الانديه اللي مثلت الفتوه والبطولات اللي شاركت فيها، شاركت بالبطولات، شاركت عدة بطولات نادي الفتوه، ولعبت بنادي القوه الجويه. نعم. تقريبا من سنه كامله. يعني كمحترف نادي القوه الجويه؟ لا، كنا لاعبين. احنا بالتايكوندو ماكو احتراف. نعم. يعني ماكو احتراف. ايه. يعني انضميت لنادي القوه الجويه. كنا نلعب بطولات بس باسم نادي الفتوه. نعم. عندنا عده بطولات بالنسبه للمحافظه، نتائج جبت بها اول. نعم. على مستوى العراق عندي نتائج طيبه، وعلى مستوى المنطقه الشماليه نتائج جدا طيبه. نعم. وبعدين اتجهت الى عالم التدريب. يا سنه تركت اللعب واتجهت بال 2000 اعتزلنا اللعب. نعم. ايه. ودربنا دربت بالفتوه. نعم. وبعدين انتقلت فتره وانتقلت لنادي العمال. بال 2005 فتحنا نادي العمال وبلشت. نعم. بالتدريب. يعني من 2005 بنادي العمال. من 2005 بنادي العمال. مختص بالفئات العمريه لو دربت متقدمين ايضا؟ لا لا، انا كل الفئات مختص بها، يعني متقدمين وناشئين وشباب. نعم. وخمس فئات مختص بها. خمس. يعني التدريب. نعم. احنا كان عندنا يعني هي شنو، مجرد رساله للكل، يعني ما تختص فئة واحدة بس. طبعا اللاعب المتقدم لازم يكون ناشئ حتى يصير متقدم. نعم. تمام. فيتدرج يعني. يتدرج. احنا بالنسبة لنا العفو بنادي العمال جبناهم، اغلبيتهم تعرف احنا بدينا بداية يعني جديدة. نعم. يعني ما عندنا اي لاعب من نادي الفتوة، فجبناهم تقدر تقول من الشارع، يعني ان هم ما رياضيين. نعم. ولا عندهم المام الرياضي. شلون استقطبتهم؟ وجهت لهم دعوات من المدارس ام شلون؟ انا كنت بصراحه يعني تعرف لاعب تايكوندو قديم، وعندي. نعم. علاقات منطقه وشرواك اصدقائنا وربعنا واطفالهم. نعم. يعني هم كلهم ولدنا، فمن فتحت النادي هم عندهم علم انه انا يعني مدرب وعندي المام بالرياضه مال تايكوندو، عندي يعني من التدريب اللي تخصني، فدخلوا اولادهم عندنا واهتمينا بيهم الحمد لله وشكر.
ووصلنا بهم يعني مراحل متقدمة يعني بالنتائج. نعم. يعني نعم الله عليك. بالنسبة للنادي احكي لك النادي العمالي. نعم. أول ما مثلنا بطولة المحافظة طبعا كلها أول جبنا ولحد الآن كلها أول. ماكو بطولة احنا ما أول. كل الفئات. زين اكو منافسين لكم في طبعاً. محافظة نينوى؟ يعني طبعا اكو منافسين. كانوا منافسيكم؟ طبعا كانوا قبل 2014 ولحد الآن يعني كان نادي الفتوة، نادي الأبراج، نادي الموصل، رشيدية، المستقبل يعني المستقبل كان نادي جيد جدا يعني أندية كثيرة بالموصل. فاحنا دربناهم الولد اللاعبين الناشئين والتزموا معانا واحتضناهم يعني. نعم. يعني سر اللي نجحت باللعب التايكوندو انه احتضنتهم مثل اولادي مو عاملهم كلاعب. يعني كابتن التدرج نتكلم شوي عن التدرج. انت كبدايه خاصه للطفل من يجيك يعني اكيد هو خام بعد يعني لازم انت تهيئه لهذا للفنون القتاليه، تهيئه للدخول في مجال التايكوندو. شلون الخطوات شوي تكلم عن الخطوات اللي تتبعها لان العمل مع الطفل ايضا صعب الى ما صعب جدا دخل الاجواء يعني. طبعا بالبدايه الطفل يعتبر صرح انساني. نعم. يعني نعم الله عليه. الطفل يعني هو يجي قطعه خام ابيض مثل الاسفنجه يسحب. فهنا من التدريب تكون صعبه جدا جدا يعني الطفل من يجيك يعني يشرب منك اي شغله ياخذها منك يقلدك، اذا تقول له لا تدخن سجاير فرضا وانت تدخن. نعم. راح يتاثر بيك، اذا تقول له لا تكذب وانت تكذب راح تاثر. احنا نركز يعني تعرف المناطق الشعبيه احنا نركز على المناطق يعني العفو على المسائل الاخلاقيه مثلا يعني احنا هنا عندنا متابعه جدا يعني كبيره عليهم. اغلبيتهم يعني نصل بيوتهم وعوائلهم تعرف هم اغلبيتهم اهاليتهم ربعنا يعني ابهاتهم واخوتهم الكبار فاحنا نعتبرهم من يعني المنطقه هم المنطقه فكلهم يعني حتى المتقدمين اللي كانوا عندي يعني انا بيتي بصراحه مفتوح لهم يعني هم مثل ولدي هو معالمي خلينا نقول يعني تربوي إيه. قبل ما تكون إيه طبعا يعني احنا يعني نركز على الناحيه التربويه لان هذا الطفل انت اذا تعده تربويا راح ينعد يعني شغله صحيه. نعم. بس انت من عديته كرياضه بس يعني مع احترامات لك انت ما سويت شيء يعني بس مجرد دربت بس بدون يعني ثوابت. واحنا يعني نركز قلت لك على الناحيه مثلا نحثهم على الصلاه على النظافه. نعم. يعني مساله يعني مساله مثلا نروح على بيتهم تابعهم دروس على المدرسه مثلا ناحيه يعني مثلا بالشارع تصرفاتهم تعرف يعني اي من الوضع هذا زين شنو المؤهلات اللي يجب ان تتوفر في لاعب التايكوندو الصغير يعني صغير شو انت يعني تكتشف انه هذا ممكن ان يكون من عنده فد شيء يعني ممكن ان يكون لاعب له شان في المستقبل. والله تعرف احنا بالنسبه لنا يعني بدون يعني فخر وتواضع ان شاء الله احنا تعرف كل مدرب له نظره خاصه. نعم. مع احتراماتي للمدربين كل مدربين لهم نظره خاصه. الطفل من يجينا يعني اكو مثلا طفل يجيك من الله سبحانه وتعالى عنده موهبه وعنده جراه خاصه المناطق الشعبيه تعرف بنيتهم قويه وعندهم امكانيه يعني بهاي اللعبات الفرديه اللي تحتاج ثقه بالنفس فيجيك الطفل مندفع. احنا نركز مثلا عندنا اطفال صغار مثلا ضحك عليه مثلا اول اسبوع يعني يصير عنده فتح ومرونه وتلاقيه يعني اسد بالميدان فهذا الطفل يعني بس مجرد يراد له صقل واهتمام من الاهل ومتابعه يعني ويصير لاعب. وسعدنا الحمد لله والشكر يعني عندنا اهالي اللاعبين متواصلين وياهم قلت لك. نعم. يعني حتى وقت اللي يغيبون يعني يعنفوهم ما يقبلون يقول اهم شيء النادي لان احنا شغلتنا قلت لك تختص يعني اكثر من البيت لان يعني تنمي عند الطفل القدرات الذهنيه وايضا تنمي عنده اللياقه البدنيه وتنمي عنده حتى الشجاعه. شلون الطفل يتاثر بالمدرب يعني هسه. نعم. بالبيت العفو يجونا بات اللاعبين يقول ابني ما يسمع كلامي يسمع كلامك يخاف منك. نعم. يعني احترامه مو خوف. نعم. فاحنا نجي على اللاعب يعني ننصحه فاغلبيتهم يعني بصراحه هذا العالم عالم جميل جدا. ليش؟ لان ما عندنا لاعب يدخن او وهاي الامور اللي بالشارع لان شتاف الشارع ولد الجريمه. تمام. يعني تفتح نادي اقفل سجن. فالنادي احنا يشوفونه هنا 14 ساعه يعني اغلبيه اكثر من اهله تعرف احنا نجي من الثنتين ثلاث الظهر. نعم. نظل المغرب يوميه فتعرف الاب بالشغل فاللاعب يعني يشوف المدرب كاب روحي له فاحنا نهتم بهم من هاي قلت لك الناحيه ومساله التدريب احنا يعني نكون حريصين عليهم وطبعا انت كل واحد يعني تعرف انه يستمر بالرياضه يصل. كابتن انا لاحظت انه عندك ايضا بنات يعني لاول مره يمكن بمحافظه نينوى ومن خلال زياراتي الانديه لاول مره اشوف فتيات صغار ايضا في ضمن لعبة التايكوندو. شلون قدرت انت يعني احنا نتحدث مثلا عن محافظة نينوى شلون قدرت ان يعني تستقطب هؤلاء الفتيات يعني؟ والله بالنسبة للفتيات تعرف
احنا بالنسبه للفتيات العفو يعني كانوا قبل يعني قلت لك اهاليتهم هم اصدقائنا، فكان نعم. عندنا فريق استاذ خالد الله يذكره بالخير السعوه بالمانيا مدرب عنده بنات تحياتنا استاذ نعم. عامر الله يبارك فيك نعم مساعد مالتي هم بنات اخوه نعم وعندنا اصدقائنا ربعنا اللي يدزون بناتهم طفلهم نعم. ثقه بينا فهذول شاركنا بهم بطوله المحافظه جبنا اول جيد. وشاركنا بطوله العراق جبنا ثاني فرقيا جيد. بطوله المنطقه الوسطى اول جبنا بهم نتائج جيده نعم ايه. فالبنات عندنا يعني احنا الفريق تقريبا الوحيد اللي بالموصل لحد الان يحتوي البنات نعم. وندربهم ونتعب عليهم والبنات تعرف يعني يختلفون عن الاطفال يعني العنصر النسوي نعم. ايه البنات شويه يكونون حريصين يعني يعني من ناحيه الدرس من ناحيه الانضباط زين من ناحيه التدريب ايضا تدريبهم غير شكل هم مثلا تدريبهم يختلف عن احنا نحاول يعني بصراحه كابتن العفو انت لو تسمح لي احنا بسم الله يعني شوف الامكانيات مالنا الضعيفه يعني احنا ما محترفين هو لازم كل فئه لازم لها تدريب خاص نعم. فاحنا شنو هم البنات يعني خط واحد تدريبهم خاص صحيح بس اشنو نحتك يعني ويا الولد اللي هم بجيلهم نفس العمر نعم. يعني اشنو يستفادون هم اكثر نعم. حتى البنت من اذا تلعب بس ويا بنت ما راح يصير عندها جرأة تضرب ولد تمام. يعني باللعب ويصير عندها جرأة تطور احسن فدائما البنت يعني نحتك مع الولد واقوى منه وحتى احنا بالنسبه للاطفال شوف من الصغار الشباب عندنا لاعبين متقدمين كبار دائما نحتك وياهم نكسر حاجز الخوف هذا الشيء اللي خلانا مميزين بالنسبه لل طبعا هي خطوه انا يعني احييكم على هاي الخطوه انه مثلا اولاد مع بنات في رياضه معينه شيء جميل جدا يعني في محافظه نينوى ولربما للمره الاولى نشاهد يعني انا شاهد انه في لعبه معينه موجودين العنصرين يعني مثل ما تفضلت لكل عنصر اللي هو اهتمام خاص وايضا لكل عنصر توجه خاص. العفو بالنسبه للبنات يعني هم قلت لك بصراحه يعني نوبات يعني اهاليتهم يعني نعم. يجيبوهم واحنا نوديهم. يعني استعدنا شهد بيته بالمنطقه بعيده. نعم. فبصراحه يعني استاذ عامر يعني حريصين عليها. قبل ما اروح الفاصل اكتشفت بهم مواهب من البنات. طبعا كلهم مواهب البنات يعني كلهم جيدين كلهم يعني جيدين جدا لان يعني نعم. البنات بصراحه ملتزمات والاولاد الاولاد كل الزينين يعني وجيدين جدا يعني وختما اكو متميزين بيناتهم يعني طبعا عندنا هو راح عبر الحلقه راح نتعرف عليهم عندنا لاعبين يعني عندك نوراس لاعب جيد جدا ان شاء الله راح نتعرف عليهم يعني خلال الحلقه قبل ما اختم حديثي وياك يعني رسالتك لل فئات العمرية مثلا اللي نشاهدهم الآن واللي يحاولون أن يجون مثلا أيضا ينخرطون بالتدريبات معاكم والله احنا كابتن العفو بالنسبة لنا يعني قلت لك مسألة واحدة يعني احنا مناطق شعبية ونوبات تصير مسائل هنا بالتمرين مثلا عندنا لاعبين نستقطبهم نعم وندربهم ونتعب عليهم تعرف انت التدريب الشغلة شاقة ومتعبة أكيد. مجهدة يعني نرجع البيت تعبانين في المر يعني تعرفها طفل ومثل التدريس يعني ما يفرق شيء يجوز اصعب وهذا اللي بنيه شلون مثل يعني من جديد من الصفر فنوبات مثلا تصير مرات بعض الاحيان مثلا طفل يرجع للشارع نروح على اهله مثلا ابوه صديقنا نبلغه ونقول له يا ابنك مثلا بطل من النادي قسم منهم ما يقبلون يعني هذا الشيء يرجعوه قسم منهم ما يديرون بال يعني عندنا بعض اصدقائنا ربنا نروح عليهم نقول مثلا ابنك بطل يقول بطل خليه بطل مو مثلا نعم. سنتين وثلاثه واربعه تدربت تعبت عليه نعم وجهدك يضيع بلاش ومو بس هيك يعني احنا دا نشتغل يعني مجاني يعني لله سبحانه وتعالى نعم. كرساله يعني من الاطفال قلت لك يعني ان شاء الله ما شلت رياء بس نحاول ان شاء الله نكسب بهم اجر ان شاء الله نتمنى لك الموفقيه في عملك وان شاء الله نتمنى انه نلتقي بيك وانت محقق ابرز النتائج شكرا على صعيد محافظه نينوى والعراق ان شاء الله شكرا جزيلا الكابتن عبد الله النعيمي مدرب الفئات العمريه في محافظه نينوى بالفنون القتاليه شكرا جزيلا شكرا على التقيكم مشاهدينا الاعزاء مع ضيف اخر بعد الفاصل
اهلا بكم مره اخرى مشاهدينا الاعزاء. التقي بالكابتن لقمان يونس الكيكي، مساعد مدرب في نادي عمال نينوى للفئات العمريه بلعبه التايكواندو. اهلا وسهلا بك كابتن. نعم اهلا وسهلا بك. نعم. مرحبا كابتن. شوي تحدث لي عن نفسك. اولا اشكر قناه الموصليه. نعم المواكبه بكل مكان النقل المصري. انا لقمان يونس علي الكيكي، مساعد مدرب عبد الله عنادي بالتايكوندو. نعم. بديت اللعبه في نادي الفتوه من سنه 1984. نعم. كان عمري قرابه 16 سنه. واستمريت بالتايكوندو ودخلت بطوله العراق بالتايكوندو، جبت الثالث في سنه 90. نعم. ودخلت منطقه الشماليه جبت الثالث بطوله، ولحد الان اني استمر بلعبه التايكوندو وتمرين وكمدرب. نعم. دخلت في عالم التدريب. نعم. حزام اللي حامله شنو؟ دان دولي. دان حزام اسود دان حزام دولي. حزام اسود دان دولي. نعم. تحدث لي عن الفئات العمريه اللي الان. قبل قليل تحدثت مع الكابتن عبد الله النعيمي، تحدث لي بشكل يعني مسهب عن الفئات العمريه اللي موجودين يمكم. الوحدات التدريبيه اللي تنطوهم اياها كم وحده تدريبيه؟ تدريبيه كنا بعطله الصيف كان دورتين، يعني دورة الصبح ودورة العصر. نعم. اللاعب جدا. كم ساعة يعني؟ على ساعة ساعة. ساعتين يعني خارج تمرينهم. نعم. نعم. إيه. وعندنا المتقدمين يدربون هم وراهم، المتقدمين الناشئة الشباب تمرين قدامة. نعم. تايكوندو. نعم. زين الأجهزة والمعدات هي متوفرة لكم من؟ أجهزة معدات ماكو، بس عندنا هذا الكيس والمضارب احنا من عندنا يعني. ابن استاذ عبد الله من عنده يعني، ومن هذا الاجماع لهذا ونسويه احنا من عندنا. زين هو من المفترض ايش متوفر يعني؟ لو مثلا بشغل لو نتحدث عن المثاليه، شنو الامور المثاليه؟ متوفر كيس المضارب. نعم لازم تكون متوفره هي. اي متوفره. نعم لان اللاعب. والبساط ايضا. البساط. نعم بساط اسفنج. نعم. موجود. نعم. انا هذا البساط هو صالح هذا والله البساط هو قديم. نعم. فحاولنا ان يبدلوه ما سبحان الله يعني يرتبوه بالنادي، يجوز بعدين النادي يدعمنا يعني. نعم. نعم ايه يعني بطولات خارجيه يدعمنا. نعم. ايه النادي النادي. نعم. هو احنا لو تحدثنا عن الدعم، كل انديه العراق ومن ضمنها انديه محافظه نينوى وكل الاتحادات ميزانيتهم هي فارغه يعني، لان ما عندهم دعم من وزارة الشباب ولا من الأولمبية وإلى آخره، يعني الدعم هو محدود جدا. صح. ولكن الأندية دا يحاولون. أنا أعرف يعني أنه أنت مثلا جنابك دا تشتغل بتطوع يعني مجاني دا تشتغل. نعم. مجاني. ولكن حرصك على هذه اللعبة. اللعبة. حتى ذول الشباب أعتقد حتى تجهيزاتهم. لا تجهيزاتهم من عندهم يعني، هم أكثر من عندهم يشتروها. نعم. ملابس بطولات يعني داخلية، يروح بطولات يصرفوا من عندهم. نعم. وإحنا واحنا يعني نجيبهم ندربهم على مود يلعبوا بطولات او نروح على بيوتهم على اهاليتهم، يقول نشجع اهلهم ان يجون يتمرنون. نعم. حتى هذا ونمسك تمارين و رياضيه يعني تدريب على الحركات وعلى اساسيات التايكوندو. نعم. كابتن اهم البطولات اللي تستعدون للمشاركه بها يعني، اكو بطولات مستقبليه تهيئون الان سواء البنات او الاولاد؟ اكثريه بطولات داخليه يعني لا قبل مدة مدرسة يعني خذوا عمره من عندنا دورة سووا ودخلوا بطولة جابوا نتائج زين يعني، وجاب ثاني. نعم. ايه ونادي المستقبل يعني اكو بطولات بيناتكم يعني كأندية محافظة نينوى؟ نعم. بالموصل يصير بطولة. نعم. جبنا البطولات قبل مدة. نعم. جبنا الأول على الموصل احنا. نعم. بالنسبة ايه وصارت هنا بالموصل بقاعة الأندلس. نعم. ايه جبنا الأول. يعني اهم المواهب اللي موجوده عندكم اللي تعولون عليهم انه بالمستقبل تزجوهم بالمشاركات. نعم. لان احنا نعرف الفئات العمريه تتدرج مثلا من يعني الاشبال الى الناشئين. نعم. الى الشباب وهكذا يعني. نعم نعم. نجيب اللاعب اذا اللاعب يعني متمكن ونزل بطوله نشجعه على ان يتمرن زايد، يتمرن تمارين ونمرنه احنا ونعلمه البطولات. هذا لاعب جيد يعني جاب الاول، وإذا مثلا عنده شغلات يعني مثلا دراسة يدرس ونرجع نجيبه هنا يعني يتمرن بالتايكوندو. نعم. لو تحدثنا عن واقع التايكوندو بعموم المحافظة، يعني
قي تقييمك انه انت كنت لاعب في الثمانينات او التسعينات، يعني كنت لاعب بنادي الفتوه وشاركت بعدة بطولات. لو عملنا وجه مقارنه بين وقتك انت والان، يعني اكو وجه مقارنه الان افضل لو وقتكم افضل، شنو تقييمك؟ وقتنا افضل، كان اكو تشجيع للتايكوندو، وقتنا الدعم نادي الفتوه يدعمنا. نعم. بس هسه ماكو دعم. ثاني شيء كان يعني التشجيع للتايكوندو، لكن هسه كثره المدارس، كثره نعم. الانديه بالموصل، كان ناديين قبل، نادي الفتوه ونادي الموصل الرياضي. نعم. كان اي نعم. هسه طلع كثره الانديه، كثر اللاعب يعني والناشئه ومدارس. هسه استاذ عمر مدارس يدرب. نعم. مدارس يعني وانديه. يعني مدارس تخصصيه قصدك؟ اي درب التايكوندو، هسه عم فيهم مدارس وبنادي العمال يتمرنون. نعم. تكون منافسين لكم انتم بالتحديد النادي عمالين، منو منافسكم الحقيقي بمحافظه نينوى؟ منافسنا كثير عندي، مثل نادي المستقبل. مستقبل عندهم نعم. نادي نادي عندي يعني نزالات أيضا. يعني يصير بطولات مثلا ثلاث انديه اربع انديه يصير نزالات وقت البطولات منافسين لنا. نعم. مساعدنا الواعي. انتم كمدربين دورات تدريبيه دخلتوا؟ نعم احنا يعني احنا نعم. انتم كمدرب مثلا؟ مدربين اول ايام اختبار. انت دخلت دورات نعم تدريبيه؟ اختبارات اختبارات نعم. نعم دخلت دورات تدريبيه تحكيميه نعم بالموصل صارت الخبير الاردني. انت يعني شاركت بها؟ انا شاركت بس بالاختبار. بس بالاختبارات يعني شاركت يعني. نعم. نتمنى لك الموفقية كابتن لقمان. كابتن رسالتك للاعبي التايكواندو، للمسؤولين عن الرياضة في محافظة نينوى، شو تقول لهم؟ والله أنا أشجع اللاعب أن يجي على النادي أن يتمرن على الرياضة. وثاني شيء أحسن ما يفتر في الشوارع أو في الكازينو ويلتهي بأمور أخرى. هين وهين يجي هنا يتمرن ساعة ساعتين أحسن من هذا، ويرجع إذا كان عنده طالب أو عنده دراسة يرجع إلى دراسة. نعم. شجع اي لاعب يجي على التايكوندو، لان التايكوندو فنون قتاليه تعلم على الاخلاق، تعلم على الشجاعه، تعلم نعم، على اللياقه، تنطي دعم للاعب. نعم. شكرا جزيلا نعم. لك كابتن، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الاعزاء نلتقيكم مع ضيف اخر ولكن بعد الفاصل. اهلا بكم مره اخرى مشاهدينا مع الكابتن عامر الزيداوي، ايضا مدرب الفئات العمريه في نادي عمال نينوى. اهلا وسهلا بك كابتن. كابتن شويه تحدث لي عن نفسك قبل ما نخوض بغمار اسئلتنا. بدايه نشكركم ونشكر حضوركم وقناه الموصليه دائما السباقه وتواصلها مع الفعاليات الرياضيه والانديه. هذا الشكر طبعا ما تقصرون بهذا التغطيه الاعلاميه، شكرا لكم. نعم هذا واجبنا. نعم الله يخليك. شكرا استاذ. بداية يعني احنا بنادي العمال نينوى انفتح 2000 هو شوي تحدثني عن نفسك. عن نفسي ايه. نعم. ايه عن نفسي انا لاعب نادي عمال نينوى الرياضي. من كنت صغير دربت علي استاذ عبد الله عناد، بعدين حصلت يعني انت ابن النادي. ابن النادي نعم. نعم. بالضبط ايه ابن النادي. فتحققت بطولات داخل العراق وخارج العراق، شاركت نعم. بطولتين دوليات بالاردن. نعم. بطولة اردبيل الدولية اللي حصلت بها ثاني، بطولة النخبة اللي حصلت يعني فيها مثلت المنتخب؟ لا العفو مثلت نينوى النادي مثل عمان. نادي عمان نينوى في الأردن. نعم في الأردن اي نعم. نعم اي بطولة المنطقة الوسطى همينا، بطولة الوزير، بطولة العراق بال 2008 اللي هي جبت بها ثالث على العراق وسحبت بها صفوف المنتخب الوطني العراقي. نعم. بس هي بسنه 2008 بس كانت الاوضاع شويه تعبانه فما رحت. يعني عندك بطولتين خارجيه شاركت واضافه الى بطوله. يا سنه كانت هذه؟ سنه بطوله بال 2012 2013 خارجي بال هي. نعم. نتائجها كانت مقنعه؟ النتائج الحمد لله. منو كان مدربك؟ برونزي ولا كنت لاعب بها ثاني. كنت لاعب. إيه مدربك منو كان؟ استاذ عبد الله عناد. عبد الله اللي قاعد وراي هناك بالهذي، والحمد لله حققنا نتائج يعني حلوه، واضافه الى هذا جبنا يعني انا احكي لك كفردي جبت ثاني، فاذا فرقيا جبنا ثاني فرقي ايضا وجبنا اول فرقي بالناشئين، يعني نتائجنا واخذنا بها الفريق المثالي يعني طبعا. نعم. ما شاء الله كانت على 7 دول كان فريق من افضل الفرق، الله يرحمه الشهيد داوود طبعا هنا همينه جاب اول، وعبد الرحمن همينه كان لاعب منتخب همينه، اضافه الى هذا عندنا 2 بالشباب يعني اللي دربوا على يدي ويد الاستاذ عبد الله شاركوا بالمنتخب الوطني العراقي بفئه الشباب. نعم. واربع لاعبين بالناشئين المنتخب العراقي، بس تعرف جت الروجه مال داعش فطشرقنا. نعم. كل من اللي سافر ما تم استدعاك للمنتخب الوطني كابتن؟ لا بصراحه لا. يعني نعم.
صارت هي كانت الاوضاع قلت لك تعبانه، ظروف صعبه كانت بالمحافظه. نعم اي، فتعرف فتره 2014 توقفت الرياضه، فبالبدايه السقوط يعني المحافظه سافرت لبغداد، وبعدين توليت التدريب هناك المنتخب فرات الاوسط. نعم في كربلاء وليت ادرب غادي. نعم وبعدين صارت دوره دوليه. يعني دخلت عالم التدريب اثناء فتره النزوح يعني. بالضبط نعم عالم جيد. التدريب اثناء النزوح. نعم والحمد لله فضل. ودربت في منتخب كربلاء. نعم نتائجك كيف كانت؟ نتائجي كانت جيده جدا ما شاء الله يعني. نعم عكست الصوره الجيده للرياضه الموصليه. الحمد لله ولحد هاي اللحظه ان هم جاي يدزون يعني يقولون على الوالو تجي. اي فمدينتي بصراحه يعني اقدر اقول لك افضل. نعم. وعندي ابطال هنا ينتظرونا بصراحه. نعم. اللي هم اللي البنات طبعا والناشئين، وان شاء الله. نعم. يعني نحقق اللي نقدر نحققه. نعم كابتن عامر انت ما شاء الله خبره طالما يعني عندك بطولات وكنت دخلت عالم التدريب. نعم. يعني بشكل ايجابي يعني مع فرق حتى من خارج المحافظه. شوي تحدث لي عن عملك الحالي يعني. عمل حالي حالياً مدرب نادي عمان لينول فئة الناشئين والناشئات. نعم. طبعاً أي والشباب همين مشرف مع أستاذ عبد الله اللي هو مشرف علينا كلنا طبعاً بصراحة. نعم. أي ومدرب مدرسة الجواسق الأهلية. نعم. للتايكوندو. نعم. ومدرب مدرسة الأمين الأهلية اللي بالأيسر همين بالتايكوندو نفس الله. يعني أنت أيضاً مختص بالمدارس. المدارس الأهلية. شيء جيد. يعني المدارس الأهلية عندهم يعني لعبة تايكوندو. لعبة تايكوندو وأعداد هائلة ومواهب هائلة. اذكر المدارس اللي قلت لي عليها. الجوسق الأهلية. نعم. والأمين الأهلية. نعم يعني أنا لأول مرة أسمع إنه هناك مدارس عندهم لعبة تايكوندو، لأن معظم المدارس الحكومية ما عندهم لعبة تايكواندو. شيء جيد أنه أنت تدخل إلى درس التربية الرياضية مثلاً. طبعاً لعبة التايكواندو أكيد وحلوة يعني، فعاليات نشاطات حتى بتحية العلم مراسم العلم يعني. نعم. يسوي استعراضات يعني شيء مثلاً شيء جميل. نعم. يعني رفع العلم يعني مثلاً يسوي مثل الشبكة طلاب واحد يصعد فوق الآخر يرفع العلم العراقي يعني شيء حلو جميل جداً. بس يكفي أنه بسمة الأطفال على وجههم الصبح هي بالكفاية. ولا تنسى التايكواندو يعني بالنسبه للبنات صار اقبال عليها قوي يعني من الاهالي. احنا نشكر وجه رساله يعني تحيه للاهالي اللي يعني اللي واصلون بناتهم اللي يلعبون يعني. هسه انا هنا عندي تقريبا 4-5 طلاب من المدرسه الجوسق جايين معايا هنا. نعم جيد. زين يعني لاعبه رنيم واللاعبه راما يعني همينا دائما متواصلين معايا يروحون يجون. طبعا هذا التنسيق وانا بشكر الاستاذ عبد الله اللي هو دائما. نعم. متابعني يعني معايا انت ما شاء الله كابتن يعني خلال يعني حديثك ما شاء الله نشط وعندك يعني رغبه كبيره جدا في يعني رفض الانديه ورفض النادي بالعديد من الخامات. يعني انت هسه مخطط انه من خلال هالفئه اللي موجوده عندك. نعم. انه توصل بعض اللاعبين الى مستويات اعلى واعلى. طبعا اكيد. نعم. هسه عندي تقريبا يعني لابد انت عندك هدف لان أكيد كل شخص أكيد. عنده هدف. عندي من البنات تقريبا 4-5 متاكد انه هذول متاكد ان شاء الله يعني على الموسم الجديد ما بيها اي مجال ان شاء الله. ان شاء الله يعني. والناشئين همين عندي تقريبا 3 وعندي همين هسه مدربين منتخب العفو مدربين مدارس تخصصيه انا استاذ عبد الله مدارس تخصصيه والمدارس الكرويه. نعم. فانا استاذ عبد الله من ضمن المدارس التخصصيه اللي انا يعني وبشرف استاذ عبد الله اللي خلاني يعني على البنات مع دكتور محمد شكر والاخوان المدربين معانا وايضا استاذ علي. فكل واحد ماسك لي فئه. احنا يعني بصراحه النادي الوحيد اللي يدعم هذه المدرسه بفئه البنات. واليوم طبعا 3/3 الفريق ما جاي اللي هذا العدد جاي. يعني قليل. اي يعني انتم مثلا اعتقد دوام المدارس ايضا بشكل عائق امامكم. دوام مدارس مسائي اكو مدارس تعرف واكو صباحي. نعم. اي فاحنا السبت القاعده غص يعني ماكو مكان النهايه ما شاء الله. وايام شتاء احكي لك فكيف. نعم. ايام صيف تصير واحدتين تدريبيه صباحا ومساء تصير. نعم. وعدا انه اني واكو بعد لاعبين ومدربين معنا عندنا لاعبين لاعبات بغير مكانات اللي احنا نروح عليهم نفس المكان ندربهم هناك. نعم شيء جيد. انت على الصعيد الشخصي ايضا يعني اعتقد دخلت الدورات وطورت نفسك في طبعا بال 2011 صفت كلاعب اختبرت على الحزام الاسود واحد دان عبد الخبير الكوري. نعم والله حتى ما ادري اتذكر اسمه هو تعرف شو الكوريين والخبير الايراني بحري وشاركت بال 2014 اللي هي فتره 11 الحمد لله المدرب الوحيد من مدينه الموصل اللي شارك بالفتره 2014 اللي يعني كنت بصارت محافظه كربلاء ايضا. نعم. عبد الماستر ميت الناصر من اهل البصره. اي وشاركت ايضا بالدوره التدريبيه بال
قبل فتره همين عدلوا اي الخطيب الاردني جاء هنا للموصل هسه همين اللي جاي هنا طبعا للموصل اللي عندي لاعبين عاد هيئهم ولاعبات على الاختبارات على الاحزمه الواحد دان دولي والحمد لله يعني ما شاء الله يعني لاعبينا جيدين. شكرا جزيلا لك كابتن عمرو الزيداوي مدرب الفئات العمريه للعبة التايكواندو في نادي عمان. شكرا جزيلا لانضمامك للبرنامج. مشاهدينا الاعزاء ننتقل الان الى الوحده التدريبيه لنادي عمان لينوى للعبه التايكواندو ولكن بعد الفاصل. شهد نزار محمد العبيد. عافية. ايش قد صار الشهد دخلتي هنا بال يمكن صار لي 5 شهور. خمس شهور. شو اسمها اللعبة اللي انت تايكواندو؟ تايكواندو. ليش جيتي على التايكواندو؟ احسن ما اقعد بالبيت والعب مع العجايه وما اعرف شنو، اجي هنا واتمرن احسن واتمرن واروح على بيتي وارجع واروح على المدرسة. زين شنو اللي تعلمتيه خلال هالفترة الخمس شهور؟ تعلمت ضربات تايكوندو بندله ابتوليا بندله سبيكين. نعم. زين شنو طموحك بالمستقبل؟ وين تصلين للمنتخب؟ تمثلين الانديه؟ تمثلين العراق؟ امثل العراق. هذا ببالك يعني؟ أيه. زين لمن يعود الفضل يعني باللي وصلتيه هسه يعني؟ اللي الاستاذ عبد الله والاستاذ حمر. شو تعلمتي منهم؟ تعلمت الحركات والآلي اريدها. نعم. شكرا جزيلا لك. ان شاء الله نتمنى لك موفقيه ونشوفك وانت تحقق نتائج جيده ان شاء الله. شكرا لك. راما محمود احمد. باي صف؟ صف الخامس. ايش قد صار جيتي على لعبه التايكواندو؟ اسبوع. اسبوع. ايش تعلمتي خلال هالاسبوع؟ تعلمت انه يعني نضرب بنطله وهيك يعني. زين منو نصحك انه تدخلين عالم التايكواندو؟ استاذ عامر هو مدربنا في الرياضه وفي مدرسه الجسر. زين لعبه التايكواندو لعبه يعني بيها قوة وبيها ضرب، أنت ما خايفة من الضرب والقوة وهذه اللي تستخدميها؟ يعني هسه إذا قلت لك حركات تعرفين تسوي فت حركات اللي تعلمتيها؟ إيه. شنو الحركة اللي تعلمتيها؟ مثلا بندلة. هسه نريد نشوف البندلة شنو هي البندلة، يلا خلي شوف يلا. إيه. إيه عافية. زين بعد منو الفضل لمن يعود يعني باستقطابك لنادي عمال نينوى بالتايكواندو؟ استاذ عبد الله السلام. عمر عبد الله عناد لاعب نادي عمال نينوى. انت ابن استاذ عبد الله. يقول لك فرخ البط عوان. ايش قد صار لك انت العب؟ اي والله قديم. قديم. ايش تعلمت يعني خلال الفتره؟ تعلمت الدفاع عن النفس يعني. نعم. تعلمت شلون مثلا الشخص عقله صغير عامل عقله صغير، عقله كبير عامل بعقله كبير. زين هاي اللعبه تحتاج الى قوه وتحتاج الى تحمل وصبر، يعني كل هاي الامور انت قادر على ان تسويها؟ يعني عنده ثقه بنفسه يقدر يسويها، ما عنده لا. عافية. يعني هو اكيد اهم فقره انه ثقه بالنفس. زين طموحك وين؟ لي وين يصل يعني؟ تمثل المنتخبات الانديه؟ منتخب العراق. منتخب العراق.
يعني شاركت ببطولات اول بطوله شاركت بها بطوله المحافظه الموصل حصلت بها على المركز الاول. نعم. وبطوله ثانيه بطوله الرابطه اهم من حصلت على المركز الاول. ويا اللعبة فوز وخسارة. بطولة العراق مزال التخصصية. نعم. حصلت مركز ثاني. زين لو سألك عن الدعم أنت شنو اللي تحتاجوه أنتوا يعني حتى تحققون النتائج؟ أبصار مظاهر واقيات يعني. هاي كلها يعني جهود رئيس النادي وجهود الوالد يعني الأستاذ عبد الله وكادر التدريب اللي وياه. نادي يدعم. نعم شكرا لك شكرا جزيلا لك. عبد الله ياسر محمد شارك ببطولات كثيرة واني من لاعب نادي عمان نينوى. نعم. كم بطولة شاركت؟ شاركت بطولتين. حصلت نتائج؟ حصلت اثنيناتهم بطولات واجبتين. نعم. زين لمن يعود الفضل يعني بوصولك إلى أن تحقق نتائج جيدة؟ الفضل يعود للأستاذ عبد الله النعيم. عبد الله النعيم. زين طموحك المستقبلي؟ بطولة عراق محافظة. بطولة. وأسألك أيضا سؤال عن هل الدعم موجود عندكم مثلا أكو دعم مالي أكو دعم معنوي تجهيزات أي واحد يجي يقول نجيب لكم مش محتاجين إيش ما يجي بس يسجل ويطلع لا يرجع ولا يقول وش صار لكم وش ما صار. نعم وكل على حسابكم يعني كل على حسابنا. ورئيس النادي شوية يعني أستاذ مروان أيضا أم صحيح جيد وياكم. أي. نعم شكرا لك. مشاهدينا الأعزاء بعد ما رصدنا لكم أجواء نادي عمال نينوى بلعبة التايكواندو للفئات العمرية حدثنا مع مدربي الفريق وأيضا لاعبي الفئات العمرية في نادي عمال نينوى. هناك إصرار كبير لتكوين قاعدة رياضية بلعبة التايكواندو في محافظة نينوى للمساهمة في تطوير هذه اللعبة في المحافظة وفي عموم العراق. في ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج السيادة الرياضة لا يسعنا نتقدم بشكر جزيل إلى الكابتن عبد الله النعيمي مدرب الفئات العمرية للعبة التايكواندو وأيضا الشكر واصل إلى الكابتن عامر الزيداوي. شكرا جزيلا لك وإلى الكابتن لقمان يونس الكيكي وأيضا لكل اللاعبين واللاعبات في نادي عمال نينوى للعبة التايكواندو. ألتقيكم في الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.